شركة زارا للأزياء الإسبانية تقدم اعتذارا نشرته عبر صفحتها على إنستغرام بعدما أثارت تصميماتها الأخيرة غضبا عربيا وعالميا ودعوات لمقاطعتها. التصميمات كانت أظهرت عارضة أزياء وهي تحمل جثة في كفن على كتفها، وأيضا خلفية تشبه دمارا في منزل، ما اعتبره كثيرون سخرية من معاناة الغزيين في حرب إسرائيل عليهم. الشركة قالت في اعتذارها إن التصاميم صورت في سبتمبر الماضي، أي قبل بدء الحرب في غزة، وكانت ضمن مجموعتها الشتوية الجديدة، لكن وبعد سوء الفهم الذي حصل قامت بإزالة كل الصور وكل التصاميم من صفحاتها. زارا أعربت كذلك عن أسفها على سوء الفهم، وأكدت أنها تحترم كل المجتمعات.